من البارحة واصلين من النجف الأشرف من حسين بعد سلام الله عليه والمرجعيات في النجف طبعا كالعادة ما نسوكم ما نسونا ما نسو الشهداء ولا المعتقلين ولا قضيتنا وبعض المشايخ وخصهم بالذات الشيخ الشعبودي الله يحفظه وآية الله الشيخ محمد سند طلب عليكم وواصلنا سفركم بالصبر والسيد مرتضى الشيرازي وصاني بشيء لأهل البحرين وصاني بقراءة زيارة عاشوراء وحديث الكساء و11 مرة آية الكرسي للنصر والفرج إن شاء الله.